شوفي ليش هيك عم تبكي هلا؟ شو صاير معك؟ ها؟ خدي شربي هي. اسمعي منيح أليشا، انتي بتعرفي قديش صعب اني اعمل حالي منيحة، كان لازم اعمل عصير للكل، كل هذا بسببك. انسي شربي. انتي بلا مبادئ، كيف فيكي ما تخجلي من تصرفاتك هي؟ شو هذا اللي انا عم اسمعه؟ شي كتير حلو. انتي كتير قويانة يا بنت، وصايرة عم تحكي معي هيك كمان، حلو كتير. وهلأ تعرفي لازم تشربي هذا العصير، لأنه إذا ما شربتك بإيدي شو رح يقولوا الناس؟ رح يفكروا أنه ماني مهتمة بأميرتي الصغيرة، وما بحب أعمل هيك، لازم تفكري بسمعتي، تعرفي قديش بتهمني. خدي بعدي عني. شربي. قلتلك بعدي. شفتي شو صار؟ هاد كله بسببك، مبسوطة؟ قلتلك خليكي بعيدة عني وما رديتي. ما حدا في يجبرني اني اعمل شي ما بدي اياه. بدك تقولي الحقيقة ما؟ بدك تقولي لأمي جدان اني مو بنتك؟ طيب ما رح يتغير حبهم لإلي ابدا، لأنه انا بعرف عيلتي كتير منيح. انتي حبك مزيف وكل حكيك كذب، بس أمي جدان هي بالنسبة لإلي كل شي بهالدنيا، هي أمي الحقيقية. حلو، صدمتيني، أنا مصدومة. خليني ذكرك، هي ما بتعرف حقيقتك شو هي، وبس تعرف كل شي رح يتغير. مو صحيح، ما فيكي تضلي تهدديني هيك، ما رح كرر غلطي القديم. مع فيكرانت صار مثل ما بدك، بس أمي جدان دائما هي رح توقف جنبي، ما رح تتركني أبدا. عندي فكرة، ليش أنا ما بقلن الحقيقة وبرتاح؟ كل شي رح يكون منيح، رح أقول لأمي جودان ولأيجي هلأ، انحلت المشكلة. شو عملتي فيني؟ شوفي بهي الإبرة، رح أقول لأمي جودان كل شي. بسرعة ما تتأخري، اركضي اركضي، أسرع أسرع أسرع، روحي ماما جودان، ماما جودان. أكشاب هي أليشا. إيه أليشا، أليشا؟ شو صار لك؟ شبك؟ شبك؟ ليش عم تصرخي؟ شبك أليشا؟ منيحة؟ أليشا؟ بدي أقول لكم شي، أنا أليشا؟ أليشا؟ شبك؟ 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 شبك؟